أيها الإخوة، في ذكرى الراحل الكبير فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، أحد قرائنا الكبار صاحب الصوت الجميل والأداء العذب والصوت العذب اللي له تأثير في الكثير يعني. معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي، بنرحب بحضرتك وصباح الخير. أهلا وسهلا، صباح النور. في ذكرى شيخنا فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، نتكلم عن نشأته والجو اللي بدأ فيه فضيلة الشيخ. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. المرحوم الشيخ محمد صديق مولده بالمنشاة أو مركز المنشاة محافظة سوهاج، ولد في يناير سنة 1920، ومنذ طفولته رعاه والده الشيخ المنشاوي الكبير. يعني الوالد اللي حفظه. نعم. يعني الوقت الوالد اللي موجود فيه في البلد، لأنه كان كثير الأسفار وسهراته كثيرة، فعلشان خاطر ما يغيبش عن محمد في حفظ القرآن، فكان يعني الكتاب موجود. يعني فضلت الشيخ صديق. نعم. أيضا من الحفاظ ومن القراء. نعم، من القراء الكبار. نعم. لأنه إحنا كلنا امتداد للشيخ صديق. نعم. لكن أنا ملاحظ إن يعني هو ملوش تسجيلات مثلا. لا والله، له تسجيلات الوالد كثيرة سيادتك، ومن ضمن الإذاعة يعني لما راحت سجلت فانتقلت الإذاعة للمرحوم الشيخ محمد صديق ووالده الشيخ صديق. فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي، وإحنا بنتكلم عن الراحل الكبير والقارئ أيضا الكبير فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، هو له قراءة عايزين نقول ان هي ليها طابع خاص. سمات قراءة فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. الوالد رحمه الله كان بالنسبة للشيخ محمد كان ظله، يعني دايما ما يفرقوش ابدا. عند البلوغ كان المرحوم الشيخ محمد صوته يعني ابتدى يتغير، و مش الحلاوة بتاعة الصوت بتاع قبل البلوغ يعني. قعد فترة صوته متحاشي. ليه بقى؟ فترة البلوغ. يعني الصوت لم ينضج بعد. لم ينضج. غير. خدوا مثلا في الثلاثينات او الاربعينات مصر هنا هوت عشان يعلموا القراءات، لانه في الفترة ديت صوت المرحوم الشيخ محمد كان مع فترة البلوغ كان حاجة مش كتية يعني. فالوالد انتهز هذه الفرصة علشان خاطر الناس كانت واخدة على المرحوم محمد على صوته الاولاني قبل البلوغ. لما حصل كده فقال له لا، تعالى انت تلقى القراءات في مصر، ويمكن تكون بعد الفترة بتاعت البلوغ ديت ارجع تاني يعني. وفعلا سلموا للشيخ محمد اللي هنا كان مشهور بعلم القراءات، وخد عليه القراءات افتكر السبعة وبعض من القراءات العشرة حاجة زي كده. قد له بتاع حوالي 3 سنين في مصر هنا هو تم فيها القراءات جيدا. الوالد جابه من مصر وابتدى يقرأ، ابتدى صوته ينجلي. اقتبس من والده الخشوع في القراءة. قال الوالد لما يقرأ هو يقرأ وهو راكع على رجليه، ما كانش مرفع يعني. بعدين مغمض العينين. يستشعر الآيات. نعم. يستشعر الآيات. طب. فاقتبس منه الحاجة ديت
مع تأثير المرحوم الشيخ محمد في صوته، لأنه ربنا وهبه في صوته حاجة مش موجودة في عامة القراء. هي نبرة صوته بنلحظ فيها خشوع جميل. نعم نعم، مش متوفرة لدى أي قارئ. نعم، فتحس إن هو بيبكي. نعم، ويعني فيه روحانية كده، فبيجذب السامع ويخليه لا يتمالك يعني شعوره من قراءة القرآن الكريم. نعم، كان هو يمتاز بالحاجة دي يعني. إلى أن كان ماشي هو طبعا بصوت والده على الطريقة بتاعت والده، إلى أن ابتدى يغير الطريقة بتاعت والده وعمله هو يعني شخصيا طريقة لوحده. من كثرة القراءة ومن كثرة الحفلات ومن كثرة سماعه للقراء القدامى ابتدى هو عمله شخصية لنفسه، بدأ يكون لي مدرسة بقى، في مدرسة لوحده غير الوالد. صح، خد من الوالد كثير لكن متميز، مدرسة لوحده. فضيلة الشيخ محمود شديد المنشاوي، بالتأكيد في تأثير لفضيلة الشيخ محمد على حضرتك. نعم، أصله أنا مش عيب لما أخذ من صديق والدي ولا من محمد صديق صديقي. العيب الواحد لما يطلع من بره المدرسة دي. فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي، حضرتك تحب تقول إيه خلال هذه الذكرى اللي يعني بتحمل الكثير، واللي من خلالها أردنا إن احنا نتكلم عن أحد قرائنا الكبار والعظام فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي؟ والله احنا بنطلب الرحمة للمرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي، وجزاه الله عنا خير الجزاء على ما قرأ وعلى ما قدم للمستمعين من قراءة القرآن الكريم، لأنه محمد سواء محمد صديق المنشاوي أو الشيخ مصطفى إسماعيل أو الشيخ محمود الفصري أو الشيخ عباس أو الشيخ الفاتيني أو الشيخ البنا أو المشايخ الكبار، نعم المشايخ الكبار دول ما يتعوضوش أبدا، لا في الأخلاق ولا في القرآن ولا في أي حاجة. أولا كانوا بيحترموا نفسهم وكل واحد بيحترم الآخر، وكان في تزاور وكان في ود وكان في كل حاجة. وبعدين لما يكونوا مجتمعين في ليلة مع بعضهم سواء اثنين أو ثلاثة بكل ود وكل احترام. في النهاية بنشكر حضرتك وطبعا خير. صباح الفل، شكرا، بارك الله فيك.